خلينا سريعا نروح لزميلتنا دينا شرف عشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس. دينا. فعلا يا مصطفى، دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، هيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحراره الرطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وحار رطب على باقي الانحاء. النهارده في نشاط رياح احيانا على بعض المناطق، وده هيقلل الاحساس بارتفاع درجات الحراره ونسبه الرطوبه بالليل. كمان في فرص امطار خفيفه على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، وكمان في رمال مطاره. خلينا نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره والعظمى 34، الصغرى 25، اسكندريه 31 25، مطروح 30 23، سيوه 38 23، بورسعيد 31 25، دمياط 30 25، الاسماعيليه 35 23، السويس 35 24، العريش 32 24، طابة 39 26، كاترين 36 20، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 39 28، الفيوم 35 26، بني سويف 35 26، المنيا 37 26، أسيوط 38 26، سوهاج 40 26، قنا 43 27، الأقصر 43 28، أسوان 44 29، الوادي الجديد 41 26، شلاتين 39 28، وأخيرا حلايب 36 27. طمنا حضراتكم عن حالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة في معظم محافظات جمهورية مصر العربية. هرجع مرة تانية لمصطفى وهدير عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا ليك. شكرا دينا.